بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه والاخوات تهانينا لكل ابناء الوطن في الداخل والخارج باعياد الثوره اليمنية سبتمبر واكتوبر ونحن نحتفل اليوم بالعيد السادس والاربعين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيده التي كانت امتدادا طبيعيا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكانت ثورة سبتمبر هي العمق الاستراتيجي لثوره الرابع عشر من اكتوبر بالمال والرجال واشتعلت هذه الثوره المباركه في جبال رتفان الابيه وقدم كل ابناء الوطن تلك التضحيات الجسيمه فنحيي شهداء ثوره اكتوبر ونحيي مناضلي ثوره الرابع عشر من اكتوبر على البذل والعطاء الذي يعطوه لهذا الوطن من اجل نيل الاستقلال من الاستعمار البغيض وأذيال المستعمر فانتصر ثورة اكتوبر في الثلاثين من نوفمبر فتحية لأولئك المناضلين والشهداء الأبرار لثورة سبتمبر وأكتوبر <applause> نحن نحتفل اليوم بثورة اكتوبر والوطن يمر بظروف صعبة وكل شيء عظيم لا بد أن يواجه كثير من التحديات ثورة سبتمبر وأكتوبر ثورة عظيمة تفجرت من أجل نيل الاستقلال وضد الإمامة الرجعية المتخلفة في شمال الوطن وانتصرت ثورة أكتوبر وثورة سبتمبر والآن وللمرة الثانية تأتي هذه الهجمة الشرسة من قبل قوى التخلف الإمامية في محافظة سعطه المنتقمه من الوطن المنتقمه من الوطن بشكل عام ومن محافظة سعطه بشكل خاص. نحن نستقبل أكثر من 120 ألف نازح ونصرف عشرات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات. هذه كانت مسخره لكل أبناء الوطن للتنميه. الشاملة والكاملة في كل أنحاء الوطن ولكن قوة التخلف قوة التخلف الحوثية في صعطة أبت أن تنصاع إلى الحق وتمرت في ما ما هي عليه من مهاجمة للمواقع والمديريات وللشرطة وللأمن ماذا يريدون؟ يقولوا يدافع عن أنفسهم وإنها مفروضة عليهم الحرب بالعكس فرضت الحرب على الدولة هاجموا المديريات وهم عشرات الأفراد في المراكز الحكومية واعتدوا على النقاط وقطعوا الطرق وقتلوا الشيوخ وشردوا النساء في محافظة الساطة من أين يدافعوا عن أنفسهم؟ من من؟ هل الطريق هي عدوا لهم؟ هل المستشفى؟ هل الجامعة؟ هل الكهرباء؟ هل الطريق؟ هل الاتصالات؟ هل المستشفيات؟ هذه أعداء للحوثيين؟ لماذا تنتقموا من المواطن؟ هذه فعلا هي قوة التخلف لأنهم يتذكرون الماضي لكن وجود لا للمدرسة ولا للمستشفى ولا للكهرباء ولا لاي شيء ولا اي مقومه من مقومات الحياه حاقدا على الوطن ثوره سبتمبر واكتوبر حققت انجازات عظيمه في المجال الخدمي في المجال التنموي واهم انجاز تاريخي وعظيم لثوره سبتمبر واكتوبر هو الثاني والعشرين من مايو عام 1990 في اعاده وحده الوطن هذا من اهم انجازات الثوره السبتمبريه الاكتوبريه هذا اهم انجاز يفتخر به كل مواطن وكل مواطنه طبعا الحديث يتحدث عن معالجه الاختلالات قد توجد اختلالات اي شيء عظيم لا بد ما ترافق اشياء سلبيه ولكن هل نستمر في السلبيات ام نعالج السلبيات هذه معالجه مش من رئيس الدوله او الحكومه من كل ابناء الوطن لان نحن ابناء الوطن بشكل عام نشتغل عبر مؤسسات برلمانيه، شورويه، حكوميه، منظمات مجتمع مدني سلطه محليه علينا ان نتحمل كامل المسؤوليه لا نحملها احد لكن يقولوا فاقد الشيء لا يعطي البلبله الكلاميه كلام بيع وشراء في الكلام هذا بيع وشراء الذي لديه رؤيه فعليه ان يقدم الحلول ونحن على استعداد لمناقشتها واخذ ما هو ايجابي بعين الاعتبار نعم ربما من من معالجه بعض الاختلالات سوء الفهم للوحده وما يطرح هنا وهناك توجهنا هو نحو إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات. حكم محلي واسع الصلاحيات لا مركزية لا مركزية على الإطلاق إلا فيما هي سيادية. فيما هي سيادية فعليك اختاروا قيادة السلطة المحلية وتحملوا مسؤولياتكم في المحافظات في المديريات نحن قادمين على اجراء تعديل دستوري على كل المواطنين ان يتحملوا مسؤولياتهم نحو بناء الوطن وامنه واستقراره. احيي شهداء الواجب. احيي شهداء الواجب ونحن نقدم قوافل من الشهداء ويتسابقون على الموت زملاءكم وابنائكم ورفاقكم يتسابقون على الموت غير مجبرين، غير مكرهين. واعلن اليوم هذا بمنح كل شهداء وجرحى ومعوقي الحرب وسام الشجاعه وكما تحدث في خطابي قبل ايام لقد انشانا دائره في مكتب القائد الاعلى لرعايه اسر الشهداء في المدارس والجامعات والكليات والمستشفيات واعطائهم الاولويه هذه الملايين من الريالات والدولارات والله ما كنا نريدها ان نشتري بها اسلحه او ذخائر او معدات لكن مكره اخاك لا بطل هذا هو التخلف بذاته هذا هي الرجعيه يعني الرجعيه ما بيجي صنم هذا هو التخلف الثقافي تخلف ثقافي تخلف فكري مرض مش مرض في الجسد, في الجسد مرض في عقله مرض في ثقافته مرض في تعليمه مريض هذا هو المرض عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته